بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم استقالة تراس تشعل أزمة في بريطانيا وتعيد الصراع بين المحافظين والعمال إلى الواجهة مجدداً بعنوان اقتصادي مع الكاتب في الشؤون السياسية طالب العواد. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.